باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة يوقع على سجل التعازي في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج والكر بوش. الفريق أحمد قايد صالح يبلغ تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى أمير دولة قطر، ويؤكد نوعية العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين. وزير الداخلية يؤكد أهمية تحسين كفاءات الموظفين والتشبع بمبادئ الحوكمة وقيم المرفق العام لدى إشرافه على أشغال المنتدى الدولي بالجزائر حول تعزيز قدرات الحكمة. وفي المشهد الثقافي، المهرجان الدولي للسينما بالداخل فضاء للتعريف بالقضية الصحراوية. نشرة والأخبار، أهلا بكم. بداية، باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وقع اليوم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية على سجل التعازي إثر وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت والكر بوش. هذا وقدم رئيس مجلس الأمة الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل التعازي باسم الجزائر شعبا وحكومة معربا لعائلة الفقيد والشعب الأمريكي وحكومته عن أخلص التعازي وأعمق مشاعر التعاطف. استقبل اليوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال زيارته الرسمية إلى دولة قطر من قبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث أبلغه تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. من جهته وصف أمير دولة قطر العلاقات التاريخية بين البلدين بالممتازة. كما استقبل السيد الفريق من قبل وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية. مفادات تلفزيون إلى قطر دلال البطبة. بعد إنهاء زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، أين حضر كضيف شرف في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي، حل اليوم نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بالدوحة، حيث استقبل بالتشريفات العسكرية من قبل الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. ليستقبل السيد الفريق بعد وصوله مباشرة من قبل سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث بلغه تحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وتمنياته للشعب القطري بدوام التقدم والازدهار، مؤكدا على المستوى الجيد الذي بلغته العلاقات بين الجزائر وقطر. من جهته ثمن أمير دولة قطر العلاقات التاريخية الممتازة بين البلدين، مبلغا تحياته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وبمقر وزارة الدفاع القطرية استقبل السيد الفريق من قبل وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، حيث حظي باستقبال رسمي بالتشريفات العسكرية ونشيدي البلدين. ليستعرض السيد الفريق تشكيلة من القوات المسلحة القطرية أدت له التحية الشرفية. وفي جلسة عمل موسعة وبحضور رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، تباحث الطرفان مجال التعاون العسكري القائم بين البلدين وسبل توسيعه. محطة ثانية من الزيارة إلى قطر، حيث يحضر التعاون الثنائي بين البلدين واستعراض للأوضاع بالمنطقة العربية. دلال بوطبة، مبعوثة التلفزيون الجزائري إلى الدوحة قطر. أشرف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال
أشرف على افتتاح أشغال المنتدى الدولي حول تعزيز قدرات الحكامة الذي تنظمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية الصينية للحكامة. بدوي أكد أهمية تحسين كفاءات الموظفين للارتقاء إلى الاحترافية والتشبع بمبادئ الحوكمة وقيم المرفق العام لضمان التكيف مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي خدمة للمواطن. وبالمناسبة تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وأكاديمية الصين الوطنية للحوكمة. المنتدى الذي يدوم يومين يهدف إلى تبادل المعارف من أجل وضع برنامج جديد للتكوين في الحكامة وتطوير استراتيجية محكمة حول سبل إشراك مدارس الحكامة في مجال البحث العلمي. قامت الجزائر بتبني نظرة استشرافية متجددة تضع الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره كمحدد رئيسي ورافعة مضمونة لأداء وفاعلية أعمالنا والعمود الفقري لأي مشروع إصلاح. هذه النظرة التي ما فتئة فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يؤكد عليها في جميع المناسبات آخرها ما جاء بمناسبة لقاء الحكومة والولاة، ففي رسالته الموجهة لجميع المشاركين ألح على ضرورة تثمين القدرات البشرية المتوفرة. إن الدولة الجزائرية قد رسمت معالم تعميق نهج الحكامة في التسيير والتكيف مع متطلبات العصرنة والانفتاح، عملت على ترسيخ وتكريس وجودها القانوني في أسمى جهاز تشريعي في الجزائر ألا وهو الدستور، أين تم وضع أجهزة وآليات تساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في التسيير. هذا وقبيل انطلاق الأشغال أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي محادثات مع نائب الوزير نائب رئيس أكاديمية الصين الوطنية للحوكمة زان زانمين. اللقاء شكل سانحة لبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين في مجال الحكمة. في التعاون دائما يشارك غدا وزير المالية عبد الرحمن راوية بالعاصمة الإيطالية روما في أشغال اجتماع اللجنة الاستشارية لمحافظي البنك الإفريقي للتنمية الذي يهدف إلى دراسة التقدم الذي حققه هذا الجهاز في مجال التنمية وتمويل المشاريع في إفريقيا. افتتحت اليوم فعاليات الصالون الوطني للابتكار في طبعته الثامنة من تنظيم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. الصالون الذي فتح أبوابه بجامعة هوارب مدين للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة يهدف إلى عرض المنتجات والأعمال الحاصلة على براءة الاختراع. شهرزاد النون. 80 عارضا من بينهم 50 مخترعا جزائريا يشاركون في الطبعة الثامنة للصالون الوطني للابتكار، وما يميز هذه الطبعة اختراعات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة في شتى المجالات الصناعية. اختراع هذا كونتور يعني ذكي البرومي اغوش يافيشي لا كونسوماسيون سوبفونسيوني او ميم طون باراليل تحت لا فاكتور راهي اونكور دائما لي اون تران سافيشي الفوقاني ا دروات لا كونسوماسيون نون سوبفونسيوني اي اون باراليل تاني اون بو نقدروا نشوفوا كلش في التليفون. الاختراع هذا يتمثل في آلة عصر كل الحبوب المشبعة بالزيت، وهذه الآلة اقتصادية تحافظ على البيئة خاطش الآلات الاخرين يضيفوا الماء، هذه الآلة ما تضيفش الماء. سيتي روسات وصفة ولين كوننا اسم جديد من نوع جديد سان ليون هيدروليك اللي ينشف الخرسانة تنشف في تقريب 15 دقيقة. الصالون فضاء حقيقي لعقد شراكات بين المؤسسات الاقتصادية ومخابر البحث والابتكار، والمناسبة تكللت بإبرام اتفاقية بين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمدرسة العليا للري في إطار إنشاء مراكز الدعم للابتكار والتكنولوجيا. حيمكن هذا المركز كل الباحثين والمهندسين من ولوج إلى المعطيات الرقمية المتعلقة بكل براءات الاختراع
وكله متعلق بالابتكار. وهي الاتفاقية رقم 54 اللي راح يتم تنصيبها على المستوى الوطني، لأنه كان فيه تنصيب عدة اتفاقيات على مستوى الجامعات، على مستوى مخابر، وعلى مستوى مؤسسات اقتصادية. ورشات عمل ينشطها خبراء أجانب من المنظمة العالمية للملكية الصناعية على مدار 3 أيام من عمر صالون، الذي سيختتم بتتويج أحسن ابتكار لسنة 2018. إلى ولاية سيدي بلعباس، حيث تشهد المشاريع السكنية بمختلف صيغها نسبا متقدمة في الإنجاز، سيما السكن الريفي قدر جوابي. دائرة مولاي سليسن تعد نموذجا في تجسيد البرامج السكنية بمختلف الصياغة، بما فيها السكن الريفي، حيث تم توزيع 2000 إعانة سكنية بصيغة السكن الجماعي والمنفرد. ساكن في بن هش تاع الزانك، وكتشتقي عليا البرد، ولم الحمد لله استفدنا من البن تاع الريفي. احنا مستفدين من الأراضي و70 مليون. سنتيم. الحمد لله الدولة عاونتنا بالسكن الريفي، عطاتنا 70 مليون بنينا، الحمد لله زعما استقرينا. بلدية مولاي سليسن استفادت من 1041 إعانة سكن الريفي، بلدية الحصيبة على 499 إعانة، وعين تندمين البلدية الثالثة من 542 إعانة. كل البرنامج منها من انتهى ومنها من في طور الإنجاز بفضل هذه المجهودات والتدعيم تاع الدولة. ما يربو عن 90% من برنامج رئيس الجمهورية في قطاع السكن تم تجسيده بولاية سيدي بلعباس، الذي شمل مختلف الصيغ بما يقارب 60,000 وحدة سكنية. الحظيرة الجديدة التي تم إنجازها في ولاية سيدي بلعباس سمحت أولا وقبل كل شيء من تخفيف من نسبة شغل الغرفة. المكسب الثاني للمواطن أننا حسننا من مستوى المعيشة وظروف معيشته، إذ تم القضاء على العديد من السكنات الهشة. وفي الأفق مشاريع أخرى تنموية من شأنها رفع المعاناة عن الساكنة. وتخفيفا من معاناة التنقل لإجراء عمليات جراحية بالمؤسسات الاستشفائية، تفتح قريبا بدائرة الداموس ولاية بازا وحدة للاستعجالات الطبية الجراحية. عبد القادر بن غنو. التكفل بالاستعجالات الجراحية بمنطقة الداموس بالجهة الغربية للولاية أصبح ممكنا بعد دخول حيز الخدمة المستشفى الجديد، الذي جنب القاطنة وكذا مرضى المناطق المجاورة التنقل لمسافات طويلة لتلقي العلاج. الله رقم بيا قد ما ينجم الحال. خلقوا له حجر واحدة أخرين، نحى ثلاثة وقعدت له واحدة حتى يعودها واحد الشهر ولا. قمنا حاليا بإجراء 31 عملية جراحية المستعجلة منها والمبرمجة، وقمنا أيضا بالتدخل في بعض حالات العمليات القيصرية التي حالتها لا تسمح بالتنقل إلى مستشفيات أخرى. المرفق الصحي مجهز بأحدث الوسائل التقنية كالمخبر، جهاز أشعة رقمي، إضافة إلى 4 غرف لإجراء العمليات. السبيطار كما هذا ما شاء الله، حنا نقولوا مفخرة لنا، مفخرة لكاع قرب ولاية بازا، كان يعاونونا شويه بالطب زياده، عندنا نساء باش يزيدوا والله غير يشقاو حتى الحجوه تقليعه زيرا دخترات مساكن يعانيو. لازم تكون عندنا جينيكولوج، لازم بيدياتر تاع دراري، لازم لي شيريجيان ثاني. وحده الاستعجالات الطبيه الجراحيه بالداموس بسعه 73 سرير، دخلت حيز النشاط بتاريخ 8 نوفمبر 2018، تحتوي على مصلحة الجراحة العامة، مصلحة الولادة، ولاحقا سيتم فتح مصلحة طب الأطفال، مصلحة تصفية الكلى. تدعيم هذا المرفق الصحي بتخصصات جديدة خاصة ما تعلق منها بطب النساء والأطفال الأمراض المزمنة، سيكون له وقع إيجابي في التكفل الصحي بالجهة الغربية التي تشكو العزلة. أكد عبد الوهاب دربان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لدى نزوله اليوم ضيفا على برنامج أخبار الظهيرة، أن الجريمة الانتخابية هي مساس بالخيارات الشعبية وانتهاك خطير للنظام العام، لأن المواطن هو جوهر العملية الانتخابية. الإرادة الشعبية هي مصدر السلطات في البلد،
هي سيادة منوطة للشعب وسلطات بيد الشعب. ولذلك تعتبر الجريمة الانتخابية انتهاك خطير للنظام العام لأنها تمس بالإرادة الشعبية. ولذلك الموازنة، قلنا في تطبيق مبدأ الملائمة لما يتعلق الأمر بالانتخابات يجب أن يقرأ قراءة أكثر دقة، أكثر دقة، حتى أولا نحافظ على شرعية المسؤول والمؤسسة التي تأتي بالانتخاب، وثانيا حتى نعطي ثقة للناخب، للمواطن، المواطن الذي هو جوهر العملية الانتخابية. أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات أوقفت أمس مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من المدية ووهران وميلا 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من تيزي وزو وباتنا 12 مخبأ للإرهابيين تحتوي على أغراض مختلفة. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية الحدود ضبطت مفرزة للجيش إثر دورية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء، بالإضافة إلى 3 مركبات رباعية الدفع وكمية من الأجهزة والمعدات. في سياق متصل أوقفت مفرزة للجيش بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من تمرست وعين قزام 36 مناقبا عن الذهب ومهربين 2، وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع وكمية من المواد الغذائية ومعدات تنقيب عن الذهب، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني تاجري مخدرات بحوزتهما أزيد من 9 كيلوغرامات من الكيفي المعالج ببجاية. من جهة أخرى أوقف عناصر الدرك الوطني بالمدية 2 بحوزتهما أوراق نقدية مزورة بقيمة 1,800,000 دينار جزائري، فيما أحبط حراس وسواحل محاولات هجرة بطريقة غير شرعية 164 شخصا بكل من وهران الغزوات ومستغن. دوليا حل اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث بصنعاء في إطار جهوده لعودة الأطراف اليمنية إلى مشاورات السلام والمزمع أن تنعقد خلال الأيام القادمة في السويد، مشاورات ينظر إليها الشارع اليمني بعين من التفاؤل الحذر. فهد يحيى. المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث وصل إلى العاصمة صنعاء حاملا معه ضمانة مغادرة فوج من المصابين الحوثيين باتجاه عمان كخطوة ملموسة لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية تمهيدا لمشاورات السلام المزمع عقدها خلال الأيام القادمة بالسويد. نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق دائم بين الأطراف اليمنية، كما أتمنى أن تكون المشاورات مثمرة. يجب إنهاء الأزمة وهذا لفائدة الشعب اليمني. تلك المشاورات المقبلة ستدرس مسألة ميناء الحديدة من خلال التوصل إلى اتفاق بشأنه لإنهاء النزاع الجاري بين الفرقاء اليمنيين، إضافة إلى إيصال المساعدات التي يحتاجها اليمنيون بشدة. محادثات ينتظر منها الشارع اليمني الكثير قصد إنهاء وضع مزري انعكس سلبا على كل اليمنيين دون استثناء. من المفاوضات الجديدة أن تفضي إلى حل شامل وكامل لكل الأوضاع للحرب. تستعد أطراف الأزمة اليمنية للمشاركة في محادثة السويد القادم، ولكن أعتقد أن هذه المحادثة ستفشل كما فشلت في جنيف السابقة. وفي انتظار عقد محادثات السلام اليمنية ما تزال الهدنة المؤقتة سارية المفعول بين المسلحين الحوثيين وقوات الجيش اليمني في منطقة الحديدة الساحلية غربي اليمن. أعلنت الحكومة الفرنسية تعليق الزيادة التي أقرتها سابقا على أسعار الوقود 6 أشهر، والتي شكلت منطلقا لاندلاع احتجاجات شعبية واسعة تحولت إلى أعمال عنف وتخريب. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب تعليق الزيادة المقررة على أسعار الوقود التي كانت سينطلق العمل بها في الأول من جانفي المقبل لمدة 6 أشهر في تنازل جديد لحركة السترات الصفراء التي قادت عملية الاحتجاجات. بمقبرة مدوحة بمدينة تيزي وزوريا أثر اليوم المجاهد واللاعب الدولي السابق وقائد فريق شبيبة القبائل عمار حوشين الذي توفي عن عمر ناهز 90 سنة. المرحوم بدأ مشواره الكروي مع أولمبيك تيزي وزو قبل أن ينجح في اختبار الانضمام إلى نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي
غير أنه مع اندلاع الثورة عاد إلى الجزائر وحكم عليه الاستعمار بالسجن مرتين بعد الاستقلال، انضم إلى شبيبة القبائل وواصل مسيرته إلى غاية سنة 70، وعرف الفقيد بتميزه بانضباطه وروحه الرياضية العالية. رحم الله الفقيد وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان، إن لله وإن إليه راجعون. تعرف الطبعة 14 من مهرجان السينما الدولي بمخيمات اللاجئين الصحراويين بالداخل مشاركة أكثر من 20 فيلما عربيا وأجنبيا، أغلبها تعرض مسار صمود وكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير. نسيمة يعقوبي. من عمق الثقافة الصحراوية تستحضر قضية كفاح الشعب الصحراوي وبأعين سينمائية، لما للسينما من دور في دعم هذه القضية العادلة. هي توثق لحظات هامة من تاريخ شعبنا، يعني من معاناته ومن صبره، ولكن كذلك من تضحياته ومن صموده اللي يعتبر بعض جوانبه أسطوري بالنسبة يعني للتاريخ الإنساني. مهرجان يعرف مشاركة أكثر من 20 فيلما، معظمها تعالج قضايا صمود الشعب الصحراوي، إضافة إلى أفلام أخرى من إنتاج المدرسة الوطنية للسينما. مهمة في الصحراء هو عنوان الفيلم الذي أشارك به في هذا المهرجان، الذي يحكي قصة شبان صحراويين اجتازوا كل الصعاب من أجل قضية العادلة. جئنا ببرنامج من قرطبة الأندلس للتضامن مع الشعب الصحراوي، ونعلم أن السينما والثقافة من أوجه مواجهة الاحتلال. وفود أجنبية سجلت حضورها من صحفيين وسينمائيين، وهو ما يعكس مدى الاهتمام التي تظفر بها القضية الصحراوية. Moi comme journaliste, je trouve que c'est très très important de connaître cette réalité et on va essayer de parler sur cette peuple qui a montré une grande dignité et une grande résistance. المهرجان الدولي للسينما فرصة من أجل عرض أفلام تبرز في طياتها نضال الشعب الصحراوي، وهي السينما التي أتقنها الصحراويون كثيرا كرسالة حضارية من أجل تمرير معاناتهم اليومية، لأن الأمر يتعلق بقضية عادلة اسمها القضية الصحراوية. نسيمة يعقوبي من مخيمات اللاجئين الصحراويين بالداخل. وبالمدية كان الجمهور على موعد مع انطلاق الطبعة 12 للمهرجان الثقافي الوطني للمسرح الفكاهي بحضور أسماء فنية كبيرة، والمستهل كان بمسرحية مشروع لفرقة من ولاية معسكر. يوسف طفر. بتكريماتي وحضور أسماء فنية كبيرة انطلقت فعالية المهرجان في طبعة ستعرف الكثير من المفاجآت في عاصمة تطر لمدية. أعتقد أن هناك تاريخ ثقافي للمدينة الذي يؤهلها ويجعلها تهتم بالمسرح وتنظم مهرجان، ولكنه جاء امتداد لعمل قام به الكثير من الأصدقاء هنا. مهرجان الفكاهي انتقل من العروض داخل المنافسة فقط، يعني خرج وانفتح على كافة الفئات الاجتماعية ومنها حتى ذوي الاحتياجات الخاصة. زعما يخليك تديرها وتزوج عليا. مسرحية مشروع لجمعية المستقبل لمعسكر افتتحت سباق المنافسة على العنقود الذهبي في مهرجان صار موعدا ثقافيا كبيرا لعشاق الفن الرابع. بقي الآن أن نذكر بالعناوين. باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة يوقع على سجل التعازي في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج والكر بوش.
الفريق أحمد قايد صالح يبلغ تحيات رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة إلى أمير دولة قطر، ويؤكد نوعية العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين. وزير الداخلية يؤكد أهمية تحسين كفاءات الموظفين والتشبع بمبادئ الحوكمة وقيم المرفق العام لدى إشرافه على أشغال المنتدى الدولي بالجزائر حول تعزيز قدرات الحكمة. وكما تابعنا في النشرة وفي المشهد الثقافي، المهرجان الدولي للسينما بالداخلة فضاء للتعريف بالقضية الصحراوية. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، وللتواصل معنا عناويننا الإلكترونية في الخدمة. إلى اللقاء.